السلام عليكم ورحمة الله. أطفالنا هم زهرة في عالم يصحو ويرقد في دنى الآمال. هلا صنعنا من صغار قلوبنا همما ليحيوا في الدنا كرجال. تحياتنا المسائية ممتدة إليكم أحبانا الأكارم حيثما كنتم، تحية خاصة إلى الأطفال الذين يحبون على الأرض حبوا ليكونوا رجالات المستقبل ونسائه. تحية خاصة إلى مستقبلنا الذي يزحف اليوم على الأرض، ولكن غدنا مملوء بالأمل في أطفالنا الأحبة. بعد تحياتكم جميعا أحبانا الأكارم، اسمحوا لنا أن ننتقل وإياكم إلى برامجنا وموضوعاتنا لهذا المساء والتي نبدأها مع حضراتكم بعد الفاصل. من حق الطفل أن يلعب، من حق الطفل أن يتعلم، من حقه أن يعيش مرحلة طفولته بكرامة. ولكن ما بين النظرية والتطبيق تقع إشكالات الحياة، عمالة الأطفال، والضغط النفسي على الطفل في بيئة العمل وآثاره على مستقبل الأطفال. خبرة وتجربة ومعرفة وقانون، مساحات من التفاعل نعيشها بعد قليل. مهرجان التسوق السنوي لعام 2012 بكل مجالات التنوع والثراء في العطاء التفصيلي، مهرجان وترفيه وتفاعل شعبي مع السلعة وأسلوب العرض، وما بين فلسفة المهرجان العملاق وما بين جدواه الاقتصادية يلمع نجم الألوان السبعة بقراءة تحليلية واعدة بعد قليل. هناك العديد من العوامل المشتركة في دنيا الحياة الاجتماعية مرتبطة ببعضها، آفات اجتماعية تتلاحق سويا، كلما لمحتم واحدة منها مباشرة ينبلج فضاء آخر. المشكلات الأسرية، التشرد المدرسي، تفكك الأسرة، أطفال الشوارع، الحياة المليئة بالمنغصات والمكدرات. فلسفة كثيرة ربما لو وقفنا عندها لعرفنا أن أساسها الفهم، الفهم لطبيعة الإنسان والفهم لطبيعة الحياة والفهم لطبيعة المسؤولية الموجودة على الأب وعلى الأم وعلى الطفل وعلى المجتمع وعلى الأسرة وعلى المؤسسة وعلى الدولة بالتالي. قراءتنا لهذا المساء أحبانا الأكارم يسعدنا أن نطرحها في سياق معرفي يتصل بالأطفال وعمالة الأطفال المبكرة والضغط على الأطفال بعد التشرد من البيوت والتشرد والتسرب من المدارس والحياة في الأزقة والشوارع ومخاطر وآثار ذلك، وأيضا دور الدولة في ذلك والحفاظ على أسرة موحدة وعلى طفل سليم في تنشئته في بيته وفي مدرسته. يسعدنا هنا أن نستضيف المستشار السياسي لوزير الشؤون الاجتماعية في أنقرة الأستاذة عائشة كشير. أهلا وسهلا بك معنا أستاذتنا في برنامج الألوان السبعة. وسهلا بكم، أشكركم جدا. اسمحي لنا أن نبدأ مع حضرتك، ولكن بعد أن نتابع مع مشاهدينا الأكارم هذا التقرير المبدئي، ظاهرة التعامل مع الأطفال بالعنف، ظاهرة التعامل مع الأطفال بقوة وقسوة، وظاهرة تشرد الأطفال من المدارس ونحوها، نتابعها سويا في تقريرنا افتتاحي، ثم بعد ذلك نعود لحوار ضيفتنا الكريمة. حقوق الأطفال تشمل كل الحقوق التي يملكها كل طفل منذ ولادته، كالتعليم والصحة والسكن والحماية من الاستغلال البدني والنفسي والجنسي. وأهم وثيقة تتناول حقوق الأطفال بشكل شامل ومفصل هي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال. عمالة الأطفال تواجهنا كمشكلة مهمة في بلدنا كما هو الحال في كثير من البلدان النامية والمتطورة. بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال، على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تتخذ كل التدابير اللازمة لأجل إزالة العقبات أمام تطور الأطفال بشكل صحي. في هذا الإطار ومنذ بداية التسعينيات تشكل اهتمام ووعي جاد في موضوع أبعاد وصفات المشكلة في بلدنا، وبدأ بذل جهد كبير في مكافحة مشكلة عمالة الأطفال بهدف زيادة التوعية الاجتماعية بخصوص منع عمالة الأطفال وتذكير كل شخص بمسؤولياته في هذا المجال. يتم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال
في 12 من حزيران يونيو كل عام. إن نظرتنا للمستقبل بشكل آمن متعلقة بالإمكانات التي نوفرها للأطفال، ومن أجل عيش أطفالنا في بيئة اجتماعية واقتصادية يستحقونها وثقتهم بالمستقبل، نداوم أعمالنا ونحن على وعي تام بأهمية الخطوات التي نتخذها، متمنين إنهاء عمالة الأطفال في أنحاء العالم. ونجدد الترحيب هنا بالأستاذة عائشة كشر، المستشارة السياسية لوزير الشؤون الاجتماعية والعائلات في تركيا. أهلا وسهلا بك مجددا. اسمحي لي بداية أن أسألك عن المصطلحات والعوامل. نحن نسمع عن عمالة الأطفال، العمل المبكر، العمل المرهق للطفل، أيضا ضرورة إكساب الطفل مهنة وحرفة. بالتالي نحن أمام مصطلحات ربما نفهمها وربما تتداخل مع بعضها البعض. هلا بدأنا من هنا أستاذتنا؟ نعم، الطفل أو عوامل اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال ومكافحتها في 12 من حزيران هو يوم وقعت الأمم المتحدة عليه وكثير من الدول منها تركيا على هذه الاتفاقية، ولكن نعم يجب علينا أن نناقش الأمر من عدة زوايا. هناك أطفال في الشوارع، هناك أطفال يفترض عليهم العمل في سن مبكرة، وربما هناك مواضيع تناقش تحت سقف العائلة بشكل عام، وبالتالي كلها تؤدي إلى إبعاد الأطفال عن التعليم وعن المدرسة، وهذا أمر مهم جدا. شروط وظروف عمل الأطفال أو العمل المرهق للأطفال هو أمور مهمة، فالموضوع ليس فقط صحة الأطفال، ولكن أن هناك تعليما أساسيا يبعد عنه الأطفال الذي يحتاجون له كإنسان حي، وبالتالي نعم هناك أبعاد كثيرة. اسمحي لي هنا أستاذتنا أن يعني أسألك حول قضية الإعلان العالمي لحقوق الطفل. المواثيق والشرائع الدولية كلها تنص على أن من حق الطفل أن يحيا كريما، أن يحيا مرحلة طفولته، يلعب، يتعلم، يدرس في أحضان أسرة سليمة أو في أحضان مؤسسة ترعاه إذا افتقدت مؤسسة الأسرة. الآن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتصادم مع فلسفة العمل المبكر للأطفال والزج بالأطفال في دنيا العمل بسن مبكرة دون مراعاة حالهم وواقعهم. كيف تقرأين لنا هذا التضارب؟ نعم، إذا أردنا أن نناقش هذا الأمر يجب في البداية أن نقول أن الطفل فرد إنسان حي له كل الحقوق الأساسية، هو شخص إنسان حي ككل الناس في المجتمع، وبالتالي هناك مسؤوليات تبدأ من العائلة وهناك مسؤوليات على الدولة. مثلا الدولة هي مؤسسة واحدة، نحن في وزارتنا لدينا مؤسسات تعنى بالأطفال وبالعائلة، كل الخدمات المقدمة للطفل مثلا الصحة وزارة الصحة، التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم، ولكن كل حقوق الطفل والخدمات المقدمة له متضمنة في وزارتنا، وبالتالي هذه عملية واسعة لا هي معنية بالتعاون والتنسيق بين كثير من الوزارات التي تهتم بإنتاج الحلول لهذه المشاكل، ليست فقط مؤسسة واحدة. عندما نكافح مثلا عمالة الأطفال يجب علينا أن نتعامل مع وزارة الأشغال مثلا، عندما نتكلم مثلا عن استغلال الأطفال بظروف مرهقة مثلا أو صعبة هناك وزارة الصحة، وزارة الداخلية، كثير من الوزارات ننسق معها، وبالتالي تركيا بهذا المعنى تعمل ضمن منظومة واحدة تنتظم فيها كثير من الوزارات والمؤسسات. أستاذة عائشة، سنتحدث عن جهودكم في الوزارة وأيضا عن العلاقة مع المجتمع المدني، ولكن أود أن أسألك يعني في الدول غير المتعلمة، في الدول النامية أو الدول المتخلفة أو غير المتحضرة بأسمائها الكثيرة، لا أريد أن أدخل في هذه يعني المجادلة، ولكن عمليا في الدول غير المتقدمة تجدين ظاهرة عمالة الأطفال بشكل كبير جدا. الجهل عامل أساسي في الموضوع، تفكك الأسرة عامل أساسي، والفقر عامل أساسي في هذه الظاهرة. ألا تتفقين معي بهذه التوصيفات؟ نعم، كما تفضلتم هناك أمر مهم هو زيادة وعي الأسرة في حقوق الطفل وهذا الخصوص. يجب هناك كثير من العائلات يجب عليها أن نزيد ثقافتها وعلمها، لأن مستقبلنا هو الطفل، هم الذين يبنون مستقبل البلاد، وبالتالي نعم الفقر مشكلة كبيرة جدا. الفلسفة التي ينظر فيها للأطفال مشكلة مهمة جدا، إذا نظرنا إلى الأطفال من نظرة غير صحيحة وغير سليمة
قيمة إذا لم ننظر للطفل كأنه رأس مالنا الكبير للدولة والوطن من ناحية المستقبل، لا نستطيع أن نحل أي واحدة من هذه المشاكل أبدا. يجب علينا أن نصحح وجهة نظرنا فلسفتنا. نعم، الجهل مشكلة كبيرة والفقر مشكلة كبيرة، ولكن السياسات والفلسفات التي تنتهجها الدولة هي المهمة في محاربة هذا الأمر واستغلال الأطفال. يجب علينا أن نقترب من هذه الفلسفة. بالتأكيد أنا أشكرك جدا على هذه النظرة الحقيقة التي تتفق ربما مع جانب عملكم، ولكن كمستشار سياسي لوزير شؤون يعني العائلة والشؤون الاجتماعية أطرح عليك هذا التساؤل. ربما الإنسان المفرد الفرد في المجتمع ليس عليه واجب أو عبء معالجة هذه الظاهرة، لكن أنتم في الوزارة لديكم مسؤولية في متابعة الطفل. سمعنا مؤخرا عن سلسلة من القوانين الإيجابية عمليا، بمعنى فرض غرامة على الأسرة التي لا ترسل أبنائها إلى المدارس مثلا 15 ليرة تركية يوميا بمستوى تغيب الطفل عن مدرسته. سمعنا عن قوانين أيضا في جانب اهتمام الدولة بالأطفال، بمعنى صرف مبلغ مادي لكل طفل موجود في الأسرة للإناث وللذكور. إذن هناك القانون يمكن أن يساعد العائلة على احتضان أبنائها وعلى منع ظاهرة عمالة الأطفال، أليس كذلك؟ بالتأكيد، فأحد السياسات الاجتماعية التي ننتهجها هي مثلا الخدمات الصحية والتعليمية، يجب عليها أن لا تمنع، وأكثر الفئة المستهدفة من هذا الأمر النساء والأطفال. يجب عليكم أن تؤدوا الخدمات وتوصلوها للفئة المستهدفة دون أي عوائق. كثير منهم للأسف الشديد لا تصلهم الخدمات هذه بدون عوائق، وبالتالي نحن هذه السياسات التي نتجها منذ عشرات السنين في تركيا، الأطفال الذين يمنعون أو يعاق تواصلهم مع التعليم فقط بسبب الفقر، يجب علينا أن نحفزهم ونحثهم على التعليم. نعم، نعطي مثلا حتى الأطفال الذكور 25 ليرة بينما الأطفال الإناث 35 ليرة، نحن نحث الأطفال الإناث أكثر، وبالتالي نحن استطعنا أن ننجح نوعا ما في هذه الحرب مع إعاقة التعليم للأطفال. نعم، يجب على كل الأطفال أن يحصلوا على هذا التعليم الأساسي. عمالة الأطفال والتشرد الأطفالي يجب أن لا يمنع تواصل الطفل مع التعليم الابتدائي التعليم الأساسي على الأقل، وبالتالي نحن لا نريد لأي إنسان أن يبعدهم عن ذلك، لا العائلة ولا أي مؤسسات. نحن نضع هذه الأموال في حساب الأم وليس الأب حتى لا يدفعها لأي أمر آخر، كما يذكر رئيس وزراء السيد رجب طيب أردوغان، لأن الكثير منهم يدفعونها لأمور أخرى. بالتأكيد، كشراء السجائر وغيرها كما صرح رئيس الوزراء. اسمح لي هنا أستاذة أن أتحدث حول قضية معينة. أنتم في الوزارة كان لديكم مشروع ريادي عمليا بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في إطلاق مؤسسة رسمية تعنى بهذه الظاهرة، بمعنى نفكر سويا، نتعامل سويا، ونضع خطة وأهداف محددة للتعامل مع هذه الظاهرة على مستوى سنوات معينة. نحن هنا اليوم ونريد أن نصل إلى هنا. ما هي طبيعة هذه الجهود مع المجتمع المدني؟ وهل هناك تفاعل حقيقي من المجتمع المدني مع الوزارة؟ نعم، كما ذكرت قبل قليل، موضوع الطفل ليس مشكلة يمكن أن تكون مؤسسة واحدة تقوم بعبئها لوحدها. يجب علينا كحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، الجامعات، كل الأطياف وكل المؤسسات يجب عليها أن تتعاون في هذا الأمر. وبالتالي نحن في عام 2012 أسسنا مؤسسة لرعاية الأطفال هدفها أن يكون لها نظرة ورؤية للمستقبل ابتداء من العام المقبل، وقد طورنا استراتيجية لنظرتنا لحقوق الطفل، وخلال الأربعة أعوام القادمة سيكون لنا خطة استراتيجية لمعاونة أو لمساعدة الأطفال، وبالتالي بوقف الأطفال وكثير من مؤسسات المجتمع المدني يجب عليها أن تدعمنا، ونشكرهم جدا على تعاونهم الوثيق معنا، هم الذين يفتحون لنا الآفاق الحقيقة في المجتمع، وبالتالي نعم نحن نعمل بشكل متناسق ومتعاون معهم، وهناك كثير من الأطفال الذين يعملون في هذه الأزقة. اسمح لي هنا يعني أستاذة عائشة أن أسألك سؤالا يتصل أيضا بهذا الجهد. من يفكر ومن يخطط لابد له أن يستوعب حالة الأسرة ورفع مستوى الوعي لدى الأسرة، هل تتواصلون مع الأسر من أجل بناء فهم معرفي تسلسلي لدى الأسرة، من أجل إعطائها مضمونا حقيقيا في فهم الرسالة الحقيقية لدور الأسرة والتعامل مع الأطفال؟
نعم بالتأكيد هناك مشروع آخر يسير بالتوازي مع هذا وهو مشروع التخصص العائلي. لا أقول لمن يعرف بنية العائلة في تركيا هناك مؤسسة معينة، هناك نظام معين في تركيا. في هذا المشروع سيكون هناك متخصص اجتماعي يدخل كل البيوت ويبحث هل هناك مشاكل في العائلة للأب للأم للأطفال، وبالتالي سيكون هناك صورة أو خطة أو خريطة للعائلات، ثم نبدأ بعد ذلك نتعرف على المشاكل. إذا كان هناك طفل يستغل أو يجبر على العمل أو يكون مبعد عن التعليم سوف نخط ذلك، سوف نكتب هذه المعلومات. لن ننتظر حتى تصل إلينا الأم أو يصل إلينا طفل، نحن الذين سنصل إليهم. وبعد أن تكون لدينا هذه الأرقام سوف نساعد كل هذه الأطفال الفقراء الذين لن يستطيعوا الوصول للتعليم أو الأطفال المستغلين. هناك مثلا استغلالات جرمية في داخل العائل، سوف يكون هناك إدخال للموضوع الجنائي أو التحقيق في هذا الأمر، وبالتالي نعم بدأنا بهذه المشاريع. جميل جدا، وهي فلسفة تدل على عمق في الفهم، أشكركم عليه حقيقة. وعلى هذا المستوى من التعامل مع الأسرة ومن الفهم لمحيط الأسرة وللدوائر التي تحيط بالطفل من أجل معالجة إشكالية معينة، هنا يأتي دور التفاعل مع القانون. هل لديكم تواصل فعلي مع المجلس النيابي مجلس الأمة التركي من أجل استصدار قوانين تتابع المصانع وأرباب العمل وتتابع العائلات والأسر وتحفز أيضا التواصل مع الأطفال، بمعنى أن يكون هناك قانون يحمي، لأن مسؤولية الدولة هذه أن تضع القوانين وتسن التشريعات التي تضمن حرية وكرامة الطفل ومستقبله، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد، القانون شرط أساسي في هذا الأمر. نعم يجب أن هناك تعليم وثقافة وعمل ميداني، ولكن أيضا يجب زيادة وعي المجتمع، يجب علينا أن نزيد وعي المجتمع الذي سيطبق هذه القوانين. وبالتالي في أي حالة من حالات استغلال الأطفال الشرطة ووزارة العدل وغيرها، يجب علي الطفل الذي يستغل أو عائلته أن تعرف ما هو واجبها وكيف هي حقوقها. يجب علينا نحن أن نهتم بكيفية تطبيق القوانين. هل أنت راضي عن سير العمل في متابعة شؤون الطفل وحقوق الطفل؟ لأننا عندما نتحدث، اسمح لي هنا أن أكون صريحا، التعامل مع الطفل بقسوة، التفكك الأسري، التشرد من الأسرة والتشرد من المدرسة، هذا أمر، وهناك أمر آخر وهو حياة الطفل أصلا في الأزقة والشوارع. هل تتعاملون مع الموضوع بنظرة مختلفة عمليا؟ هل لديكم قراءات متفاوتة ما بين الطفل الموجود في أسرته والذي تجبره الأسرة مثلا على العمل من أجل تحقيق استثمارات معينة مادية، والطفل الذي يحيا أصلا من غير أسرة؟ هل لديكم قراءة متباينة في هذا الاتجاه؟ şimdi burada tabii çocuk konu söz konusu olmasa kadın dediğimizde daha kolay şeyler ulaşabilir. مختلف مثلا في النساء الوصول للنساء ووصول النساء لخدمات الدولة أسهل، ولكن الطفل موضوعه أصعب، ووصول خدمات له أو وصوله للخدمات أصعب. وبالتالي نحن لدينا كثير من مراكز الأطفال التي تسهل وصول الأطفال لهذه الخدمات أو الخدمات لهم في كثير من الأزقة. لدينا عشرات المراكز هنا تختص بالأطفال الذين يجبرون على العمل والأطفال الذين يعيشون في الأزقة المتشردة. وبالتالي من ناحية أخرى هناك نظام تعليمي تقوم عليه وزارة التعليم ليقوم بها المتعلمون أو المعلمون في المدارس، ينبهون الأطفال وبالتالي يزيدون وعي ومسؤولية الأطفال في المدارس، والمعلم هو في تواصل مستمر مباشر مع الأطفال، وعندما تتواصلون مع المجتمع تستطيعون معرفة هذه الحالات من استغلال الأطفال. ولكن في المدارس المعلم يتواصل مع الطفل مباشرة، وهؤلاء المعلم مثلا لديهم مسؤولية كبيرة، بدأوا بهذه المشاريع التعليمية التوعوية. ونعم لدينا كثير من هذه السياسات التي تؤكد على حقوق الطفل وحمايته، الطفل يصل للخدمات وإلى من يهتم به في الشارع في السقاق في الحي. إذا لم يكن هناك خدمات تعليمية تصل للطفل، فالطفل سوف يكون يتواصل مع المؤسسات المجتمعية، الرياضة، المؤسسات الرياضية، الإنترنت، ولا يجب أن تمنعه عائلته أو فقرها. بالتأكيد، وأنا أشكرك جدا على هذه يعني الإحاطة الفعلية والإمام الفعلي بالموضوع، وأشكر لكم جهودكم عمليا في رعاية الأطفال من خلال عمل مؤسسات ناضج وليس من خلال عمل فردي، لأن الأطفال وهذه الإشكالية كغيرها من الإشكاليات تحتاج إلى عمل مؤسساتي أصلا في قراءتها وتحليلها والتعامل معها. المستشار السياسي لوزير الشؤون الاجتماعية والعائلة في تركيا الأستاذة عائشة كوشير، نشكرك جدا على وجودك معنا، ونتمنى أن تكون ضيفا دائمة علينا في برنامج الألوان السبعة. وأحبانا الأكارم، بعد هذا الجهد لابد لنا من وعي مجتمعي حقيقي
لا سيما في عالمنا العربي والإسلامي بظاهرة تشرد الأطفال والتسرب من المدارس وأيضا ظاهرة التفكك الأسري. هذه الظواهر بحاجة ماسة إلى قراءة موضوعية وعلمية على مستوى مؤسساتي أيضا من أجل إيجاد حلول لها، لأن أطفالنا الذين يحبون على الأرض اليوم هم قيادات المستقبل، وعلينا إذا أردنا أن نربي أسودا أن نجهز لها العرين، بمعنى أن نؤسس لجيل المستقبل حتى يعيش بحياة كريمة صحية نفسية سليمة حتى يصلح للحياة مستقبلا. نشكر لك عظيم وجودك معنا ونتمنى أن تكوني ضيفة دائمة علينا، وإلى رحاب الكاريكاتور. إلى كشمير التي لها من فريق برنامج الألوان السبعة مشاركة أدبية لنذكر بهذه البقعة الجغرافية التي عاشت ولا تزال ألما وجرحا نازفا. إلى كشمير وقراءة أدبية وهدية من فريق برنامج الألوان السبعة. نسيتك أمتك، نسيتك أمتك يتيمة أمة نزفت عقودا دون ما أصدائي. نسيتك أمتك يتيمة أمة نزفت عقودا دون ما أصدائي. تبكي بليلك والليالي تزدهي بالظلم يلثم هامة الكبراء. كشمير كشمير يا نبض المآسي، ها هنا سنشيد صرحا ناطقا بلقائي. كشمير كشمير يا ذات الخصال أرومها وعيونها كالثلج دون ردائي. بنت الحضارة بنت الحضارة لم تزل متروكة للظلم يخنقها بلا استحياء. أرض الكرام أرض الكرام نحيبها أدمى بنا كل القلوب ومهجة الأحشاء. مرت عقود الآه مرت عقود الآه لكن ما بنا أذنا تلبي صرخة العظماء. شدي على الجرح القديم شدي على الجرح القديم ولملمي كل الروي وصبغة الشعراء. شدي على كل الجراح تبسمي فبنوك شم سادة الأحياء. عضي على دين الرسول عضي على دين الرسول تصبري في وجه طاغوت ووجه بلاء. يا دمعة يا دمعة حرقت جدار فؤادنا يا دمعة حرقت جدار فؤادنا مري على الأجساد والأشلاء. ستعود كشمير الكرامة شامة ولها النصيب بساحة العقلاء. وسيذكر الطفل الصغير وسيذكر الطفل الصغير مصابها لتعيش في الأحداق والأفياء. وسيذكر الطفل الصغير مصابها لتعيش في الأحداق والأفياء. وإلى واحة الثقافة، الزميل رامي عبد العال يطلعنا على ملمح ثقافي يتعلق ليس فقط بتركيا جغرافيا وإنما بدلالات تاريخية تتجسد برمزية العلم التركي. الهلال ورمزيته والنجمة ورمزيتها والأحمر القاني الذي غطى بحيرة في البلقان. قراءة في العلم التركي ودلالاته وواحة الثقافة. لكل دولة علم أو رمز يرمز إليها، ولكل علم حكاية مرتبطة بوجدان شعبها كالعلم التركي صاحب التاريخ والحضارة. فهو لم يكن رمزا للأتراك وحسب، بل كان رمزا لأمة إسلامية لأكثر من 600 سنة. وقد ظهر أول علم للأتراك عام 1383، وهي الفترة الأولى في الدولة العثمانية التي تعد فترة كفاح لإنشاء الدولة.
كان العلم المستخدم في ذلك الوقت أحمر اللون ومثلث الشكل، وبعد 100 عام من تقلد السلطان محمد الثاني الملقب بالفاتح مقاليد الحكم بعد فتحه مدينة القسطنطينية في العام 1453، العصر الذي يعد من أزهى عصور الدولة العثمانية، حيث الفتوحات في معظم بقاع الأرض. ومع ذلك لم يتغير في العلم التركي سوى إضافة الهلال الذهبي الذي يرمز إلى الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. العلم التركي هو شرفنا، هو كل ما نملك، فهو رمزنا، ونحن الأتراك نحميه وندافع عنه حتى آخر قطرة من دمائنا. وكما تعلمون فهو على مر العصور تغير حتى أصبح كما ترون أحمر وبداخله هلال ونجمة بيضاء. تم ضم سوريا في العام 1516 إلى الدولة العثمانية. بعدها بعام تم ضم مصر، فتوجب تغير العلم التركي بما يتناسب مع الخلافة العثمانية، فتم تخصيص اللون الأحمر رمزا للمؤسسات السياسية، بينما يرمز الأخضر للمؤسسات الدينية. العلم التركي وحد تحت راياته العرب والأكراد والشراكسة، فكل طوائف ومكونات الشعب التركي على أتم الاستعداد للتضحية والاستشهاد من أجله، فهو رمزنا، وللحفاظ عليه نحيا ونموت. شهدت تركيا أول علم موحد عام 1844، فكان أحمر اللون عليه هلال ونجمة، يرمز اللون الأحمر لدماء الشهداء التي سفكت في حرب كوسوفا الأولى. أما الهلال والنجمة فبالإضافة لرمزيتهما للإسلام، فإنهم ارتبطا لدى الأتراك بأسطورة شهيرة عن انعكاس القمر والنجوم على دماء الشهداء التي كانت مثل البحيرة في حرب كوسوفا. وفي العام 1921 تم إعلان الجمهورية التركية، وفي العام 1936 تم سن قانون العلم التركي، فأصبح للجمهورية التركية علم موحد. ونص القانون على استبدال النجمة بالنجمة الخماسية الموجودة حاليا، وهي ترمز إلى الديمقراطية والهوية التركية. ارتبط العلم التركي بعدة حكايات وأساطير تاريخية، وهو يحتل مكانة لائقة في نفوس الأتراك كرمز للوطن ورفعته. لبرنامج الألوان السبع، رامي عبد العال، إسطنبول. مهرجان التسوق السنوي لعام 2012 بكل مجالات التنوع والثراء في العطاء التفصيلي، مهرجان وترفيه وتفاعل شعبي مع السلعة وأسلوب العرض، وما بين فلسفة المهرجان العملاق وما بين جدواه الاقتصادية، يلمع نجم الألوان السبعة بقراءة تحليلية واعدة بعد قليل. ومن ضيوف البرنامج، التقى فريق برنامج الألوان السبعة مع السيد معتصم بلال، مدير المدرسة العربية السودانية في إسطنبول. مدير المدرسة تحدث مع فريق البرنامج حول قضية السودان والأزمات السياسية التي تعصف به، إضافة إلى سلسلة الأزمات المتفجرة على حدوده. قراءة خاصة يحملنا إليها الزميل حسيب عرقاوي وضيوف البرنامج. السودان مهد لأقدم الحضارات العريقة، وهو من الأقطار الشاسعة والغنية بالموارد الطبيعية والمعدنية، كما يعتبر حلقة وصل بين إفريقيا والعالم العربي والإسلامي. من هذا المنطلق التقى فريق برنامج الألوان السبعة في سياق الأنشطة المتنوعة السيد معتصم بلال، أحد أبرز النخب المثقفة السودانية في إسطنبول، والذي حدثنا عن معوقات الاستقرار السياسي والاجتماعي في السودان قائلا: وضحى السودان في سبيل السلام وفي سبيل الاستقرار بقطع جزء من أرضه بحثاً عن السلام وبحثاً عن الاستقرار، ولكن للأسف يعني لم يجد هذا السلام ولم يجد هذا الاستقرار نتيجة لبعض العوامل، بعض الإشكاليات الخارجية، بعض الجهات التي لا تريد خيراً للسودان ولا تريد استقرار للسودان ولا تريد تنمية للسودان. وسألناه عن رؤيته لمستقبل السودان على خلفية أزماته المستعصية في ظل الاضطراب السياسي الذي يشهده، فأردف قائلاً:
السودان أرض يعني واعدة بخير وبكل مقومات التنمية الزراعية البترولية السياحية. إن شاء الله يعني السودان الناس ينظروا له بمستقبل يعني مبشر بخير ومستقبل إن شاء الله برفاهية للشعب السوداني إن شاء الله. وفيما إذا كان السودان سيشهد ربيعا عربيا وثورة شعبية على غرار الثورات العربية، فيرى السيد معتصم بلال الربيع العربي بدأ في السودان أولا وامتد إلى بقية الدول يعني، والآن الوضع مستقر يعني إن شاء الله في الحكومة وبين الشعب يعني ليست هنالك يعني صراعات. واختتم ضيفنا حواره مع فريق برنامج الألوان السبعة بتوجيه رسالة للشعب السوداني قائلا تف حول أرضه وحول عرضه وحول حكومته، وأن يكون الرابط الأساسي بين الشعب السوداني هو الوطنية وهذا التراب الغالي الذي يضحى به من أجل الاستقرار ومن أجل السلام، وفي سبيله يعني تدفع المهج والأرواح في سبيل هذه الأرض الطاهرة بإذن الله سبحانه وتعالى. التنوع العرقي والثقافي والإقليمي والثروات الطبيعية الهائلة والإمكانيات الزراعية والحيوانية والمائية الحافلة التي ميزت السودان ولقبته بسلة غذاء العالم هي التي أغرت الغرب للنيل من هذه الخيرات في ظل الاقتصاد العالمي المتذبذب وغير المستقر، مما أدى إلى تغيير معالم الخريطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الهيمنة والسيطرة على المنطقة العربية والقارة الإفريقية. لبرنامج الألوان السبعة، حسيب عرقاوي، إسطنبول. وإلى زاوية الأنسام العربية نحملكم إلى سلطنة عمان، إلى شمال السلطنة تحديدا. هناك منطقة سويق، المنطقة العابقة بجماليات التاريخ وروعة الحياة. سويق تصغير سوق، ولكن جمالها وامتدادها على ساحل بحر عمان يعطيها نكهة وميزة إضافية تطلعنا عليها الزميلة خديجة الزغيمي. هنا سويق، ولاية تقع في منطقة الباطنة بشمال سلطنة عمان على ساحل بحر عمان. كلمة السويق أصلها من سوق. الناس الذين يعيشون في الجبال بهذه المنطقة كانوا ينزلون إلى هذا الساحل من أجل بيع بضائعهم أو شراء حاجياتهم، ولذلك سمي بهذا الاسم. شعار هذه المدينة هو الجمل، لأن الجمل كان أهم وسيلة نقل في ذلك العهد. تعتبر السويق اليوم مركزاً تجارياً مهماً للغاية، وبها العديد من الأسواق الحديثة. السويق من أكثر المدن سكاناً في البلاد، يعيش جزء كبير من السكان على الشواطئ، وهناك قرى في الوديان الخضراء الموجودة على الجبال. وتتم في القرى الخضراء زراعة مختلف الفواكه والخضروات، وعلى رأسها التمر. أكثر منشأة لفت للنظر في هذه المدينة هي قلعة السويق. يمكنكم رؤية ماضي المدينة الطويل وتاريخها وخاصيتها في هذه المنطقة. في هذه المدينة أيضاً كباقي مدن عمان، القلعة لها أهمية استراتيجية. يمكن رؤية المدينة كلها بشكل أفقي، كأنكم تدخلون في نفق الزمن وتنتقلون إلى ما قبل عصور. لكل عام نكهته في تركيا، ولكل مدينة من المدن التركية رمزيتها. عام 2012 عام تنشط من خلاله المؤسسات والهيئات والجهات ذات العلاقة في ابتكار وسائل إبداعية في الترويج للمنتجات والماركات التجارية المختلفة من خلال إقامة مهرجانات وسلسلة من الفعاليات الثقافية تحت مسمى مهرجان إسطنبول للتسوق لعام 2012. قراءتنا في هذا المهرجان وعلاقته بالحركة التجارية في داخل مدينة إسطنبول ومستوى الإقبال، ومستوى الإقبال تحديدا على بيع التجزئة، إضافة إلى الفرص المتاحة أمام السياح الأجانب بعد تطبيق نظام تاكس فري والعائدات الضريبية التي تعود للسياح بعد شرائهم لهذه الماركات. قراءات يسعدنا أن نطرحها على مدير مركز إستنبارك للتسوق الأستاذ تولجا إنجن. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة.
خوش بولدوك سعد. اهلا وسهلا بكم، اشكركم. اسمحوا لنا احبائنا الاكارم بدايه ان نطلعكم على مهرجان اسطنبول للتسوق بقراءه مبدئيه وتقريرنا الابتدائي. مهرجان اسطنبول للتسوق الذي اقيم لاول مره السنه الماضيه في اسطنبول التي تعتبر من المدن الاكثر حيويه في العالم، يقام الثاني منه بين 9 و29 من حزيران. في الوقت الذي يقرب مهرجان اسطنبول للتسوق والثقافة والتسلية اسطنبول من النجوم، فإنه يهدف أيضا لرفع نسبة حجم تجارة التجزئة إلى أكثر من 50%، حيث تحققت زيادة بنسبة 41% في السنة الماضية. مهرجان اسطنبول للتسوق الذي أقيم الأول منه عام 2011 باستثمار 50 مليون ليرة تركية انطلق بفعاليات الافتتاح في 9 من حزيران لهذا العام. يحتضن المهرجان الكثير من الماركات المشهورة في محلات بأماكن الجذب بإسطنبول مثل تاكسيم ونيشانتاشي وشيشلي وبكركوي وفاتح وبخارية وشارع بغداد، فضلا عن أكثر من 100 مركز للتسوق والمنتشرة في أنحاء المدينة. المهرجان الذي استضاف العام الماضي 5 ملايين زائر من داخل تركيا وخارجها يضم الملايين هذا العام أيضا. ستقام أنشطة عديدة في عشرات المناطق ومراكز التسوق والمحلات بإسطنبول، وتتحول المدينة إلى مركز تسلية لمدة 21 يوما وليلة. ضمن المهرجان الذي يهدف إلى جعل إسطنبول أحد مراكز التسوق العالمي، سيستطيع السواح الأجانب التسوق بخصم كبير في فترة غير موسم التنزيلات بإسطنبول. سيستطيع الزوار الأجانب استرجاع جزء من الضرائب التي دفعوها للتسوق من أركان تاكس فري المقامة في بعض الأماكن من المدينة. ونجدد الترحيب هنا بالأستاذ تولغا إنجن، المدير العام لمركز استينا بارك للتسوق. أهلا وسهلا بك أستاذنا الكريم. بين 9 و29 من حزيران يقام هذا العام مهرجان إسطنبول للتسوق، ما هي قراءتك لطبيعة هذا المهرجان؟ ما هو هذا المهرجان؟ نعم، في البداية يجب علينا أن نتكلم عن أهداف هذا المهرجان. كما تعرفون إسطنبول ولسنوات طويلة ولقرون عديدة هي مركز الحضارات جميعا بجمالها وبسحرها، ومركز اقتصادي مهم. خلال هذه الفترة الطويلة كانت إسطنبول بقيمتها التاريخية وجمالها الطبيعي وميزاتها الكثيرة حتى على المستوى التجاري تستطيع أن تكون رائدة ومركزا مهما. الموقع الجغرافي لتركيا والإسطنبول تحديدا يجعله نشطة مثل مهرجان إسطنبول التسوق مهمة جدا، فهو يعرض المعروضات التركية ومراكز التسوق التركية اقتصاديا وتجاريا. فإسطنبول مركزية جدا في المنطقة ومناخها ملائم للتسوق والسياحة، وبالتالي هذا الموقع الجغرافي مركزي وبطبيعتها ومناخها الجميل هي عاملة جذب لكثير من السياح من الأجانب ومن السياح حتى المحليين من تركيا، وبالتالي نحن نحاول أن نستفيد ونستثمر هذه الرغبة والجذب إلى دعم التسوق والشراء والبيع في هذه الفترة. هذا هو هدفنا الأساس في مهرجان إسطنبول للتسوق. بالتأكيد يعني فكرة إبداعية لتحفيز الحركة التجارية في داخل مدينة إسطنبول أن يقام مهرجان، تخفيضات معينة سنتحدث عنها، لكن قبل أن ندخل في مهرجان هذا العام، ما هي قراءتك لجدوى هذا المهرجان فعليا في العام الماضي؟ لو طلبنا من حضرتك قراءة للجدوى الفعلية لهذا المهرجان، هل كانت هناك جدوى فعلية له؟ هل كانت هناك حركة تجارية نشطة على مستوى الأسواق التجارية المشاركة فيه؟ نعم، في البداية رغم أنها كانت في العام الماضي السنة الأولى لأنها كانت ناجحة جدا، أقول رغم السنة الأولى لأن هو عندما تتكلم عن مهرجان تسوق في مدينة كبيرة
يجب عليكم أن تجعلوا منها عمل جذب كبير جدا، وهذا لا يتم في سنة واحدة، هذا يتم على مسافات زمنية أكبر. ولكن إسطنبول في هذا المهرجان موضوع استثماري كبير جدا، ويجب علينا أن نقيمه ربما بعد 5 سنوات على الأقل. ولكن على المدى القصير أيضا نرى أن إسطنبول إحدى أندر وأهم المراكز التجارية في العالم. هذا هو هدفنا، أن نكون إسطنبول كذا بعد عدة سنوات. والسنة الماضية كان المهرجان الأول يمتد على 40 يوما وبدأ بالشهر آذار، ولكن هذه السنة رغم أننا ما زلنا في بعض أول أيامه، لكن نرى أن هناك زيادات وإسهامات جميلة. مثلا السنة الماضية هناك زيادة في التجارة وصلت حوالي 40%، وهناك زيادات كبيرة جدا بعدد السياح وعدد الزائرين. وأعتقد أن هذه السنة سوف نرى فيها استمرارا لهذه الأعداد، ولها عدة أسباب. أولا السبب الأول الذي ذكرته قبل قليل، وأن هناك مركز تجاري واستثماري مهم لإسطنبول وعمل جذب. الثاني أن مهرجان إسطنبول للتسوق هذا العام نظمناه في منطقة في فترة زمنية أفضل، التي هي الشهر السادس وليس شهر آذار أو الثالث كما في العام الماضي. وقد كثفنا فيه الأنشطة على 20 يوما بدأ 40 يوما من العام الفائت، وبالتالي هناك الكثير من الأنشطة المركزة، وهذا الفصل هو فصل الجذب الأكبر للسياح من الخارج أكثر من الشهر الثالث. إضافة إلى أن المدارس هنا في تركيا انتهت عمليا، وهذا يعزز أيضا من حالة التسوق الموجودة، إضافة إلى النشاط الذي يدب في أوصال المؤسسات التجارية مثل مؤسساتكم، مثل سوق يعني الذي دخل فيه يعني حقيقة استنيا بارك دخل بقوة في هذا الموضوع، سأحدثك عنه لاحقا. لكن عندما نتحدث عن 100 مركز تسوق، أكثر من 100 عمليا، لكن دخلوا في هذا المهرجان للتسوق في أحياء مركزية مثل بوهارية، عندما نتحدث عن فاتح، عندما نتحدث عن شيشلي، عندما نتحدث تقسيم، عندما نتحدث عن بقاع متنوعة على مستوى إسطنبول ومراكز تسوق قوية جدا فيها، هل ترى أن هذا التنوع ومراكز التسوق الكبيرة جدا ستكون عنصر جذب فعلي لأهل المناطق وللسياح القادمين منها؟ بمعنى لا يتعرف السائح على إسطنبول من خلال الفاتح أو من خلال تقسيم، وإنما يذهب إلى شيشلي، يذهب إلى مناطق أخرى، يتعرف بالتالي تجارة وسياحة ومعرفة وثقافة في الآن ذاته. نعم أنتم محقون تماما، وكما تعرفون إسطنبول فعلا عمل جذب لآلاف بل مئات الآلاف من السياح من خارج تركيا ومن داخل تركيا. وعندما نتابع أنشطة التسوق للسياح نرى أن أكثر من 40 أو 50% منها تكون في إسطنبول هنا. وبالتالي عندما نكون نتكلم عن مهرجان يشترك فيه حوالي 100 أو أكثر من 100 مركز تسوق تعمل ضمن منظومة معينة بتنسيق وتعاون، هذا يزيد من قوتنا الشرائية وقوتنا التسوقية. نعم مهرجان إسطنبول للتسوق له مساهمة فعالة، لأننا هنا لا نتنافس مع بعضنا، ولكن مع تعاوننا وعملنا المشترك نرفع من قيمة إسطنبول التجارية والتسوقية والسياحية. فإسطنبول تستطيع أن تعرض كل الماركات وكل المنتجات وكل البضائع. ماذا عن التخفيضات؟ كيف تجد مستوياتها جيدة ولائقة بمستوى الإقبال؟ هل قدمتم تخفيضات إيجابية هذا العام في مهرجان إسطنبول للتسوق؟ نعم هناك تخفيضات بصورة إيجابية جدا، ولدينا نظام معين. هناك مثلا الآن نحن في نهاية موسم ما ليس فيها كثير من التنزيلات، ولكننا قدمنا تخفيضات وتنزيلات مهمة جدا حازت على إعجاب المشاركين والزوار. وبالتالي اليوم عندما نقول أن المدارس أغلقت أبوابها في تركيا، وهنا هناك قوة شراء معين، وهناك تدفق جيد للزوار علينا. جميل جدا. ماذا عن طبيعة الأنشطة الأخرى عندما نتحدث عن مهرجان تسوق؟ إقبال كما تفضلتم من السياح، إضافة إلى إقبال من أهل المنطقة، من أهل إسطنبول أنفسهم للتسوق وللاطلاع على المعروضات والمنتجات الموجودة. هناك سلسلة من يعني الأنشطة المرافقة، دعني أسميها هكذا، مثلا يعني عروض فنية فولكلورية، يعني بعض ملابس التنكرية يتم استخدامها في بعض الأسواق لتشجيع حركة السياحة والتجارة عمليا. هل هناك برامج ثقافية مشاركة في هذا المهرجان هذا العام؟ هل تمت يعني رسم صورة يعني المشاركة الفاعلة والنشاطات الجانبية في هذا العام لتعزيز حالة التجارة والسياحة والفنون أيضا؟
نعم هذا أمر نقوم به دائما، وفي هذا العام أضفنا له إضافات كثيرة. نحن نريد لكل زوارنا أن يمضوا أوقاتا ممتعة، وبالتالي لدينا كثير من التعاون والعمل المشترك في كثير من هذه الأسواق. هناك مراكز تجارية تخاطب الجميع وتحتوي بضائع من كل الأسواق. لدينا كثير من الأنشطة المخصصة للأطفال مثل الألعاب المختلفة، المهرجون وما شابه. هناك كثير من الأعمال الترفيهية التي تخاطبهم، والأطفال بالنسبة لنا أولوية مهمة جدا. إضافة إلى ذلك هناك كثير من الأعمال الموسيقية أو الحفلات المعينة التي تؤدي إلى تمضية السياح والزوار المتسوقين أو أوقات ممتعة. أقول هناك أنشطة وموسيقية وفنية من كل اللغات ومن كل الثقافات نقدمها في مراكز التسوق لدينا. نعم هناك أيضا كثير من العروض التي تتضمن مثلا أمورا ترفيهية، إضافة إلى تقديم الطعام والشرب وما شابه لكل الزوار والسياح. بالتأكيد الدراسات التي بين يدينا تقول أن هناك ارتفاع في نسبة بيع التجزئة في العام الماضي لنسبة 41% عمليا. هناك رفع لحجم التجارة الفرعية لبيع التجزئة، هناك تعريف بماركات جديدة تركية وغير تركية في الوقت نفسه، هناك اعتماد لمشروعات التسوق في مراكز جديدة، بمعنى المهرجان يكبر، المهرجان يستوعب ليس فقط بقاع جغرافية متعددة وإنما أيضا ماركات جديدة، أساليب تسويق جديدة، أليس كذلك أستاذنا؟ نعم بالتأكيد مهرجان إسطنبول التسوق أصبح علامة مسجلة وبارزة في عالم التسوق، فهو يضم كل الماركات المسجلة والعلامات المسجلة، كل العلامات التجارية والبضائع المحلية والعالمية. وبالتالي اليوم عندما نتكلم عن تركيا أو إسطنبول هناك كل العلامات المسجلة أو الماركات التي تبحثون عنها في كل دول العالم، كل الماركات موجودة هنا في إسطنبول من أكبرها إلى أصغرها ومن أغلاها إلى أرخصها، موجودة كلها في تركيا في إسطنبول ضمن هذا المهرجان. وبالتالي هذا مهرجان إسطنبول للتسوق يعرض ويؤمن للجميع لكل من يزور عارضا كبيرا جدا تختار من خلاله كل ما تريده من الماركات المحلية والعالمية التي تناسب ذوقك وميزانيتك المالية. الكل معه هنا يسعد، الجميع مسرور. البضائع الأجنبية وأصحابها الذين يرسلونها إلى تركيا مسرورون، ومن يشتري أيضا ويتبضع هنا مسرور جدا لأنه يرى كل ما يحتاجه ويجده. مثلا هناك خدمة الإعفاء الضريبي تاكس فري التي نؤمنها للزوار القادمين من خارج تركيا. لدينا الزوار مثلا تحديدا من الكويت والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ليبيا. القادمون من هذه الدول معفيون تماما من الضرائب أو عند خروجهم ببضائع التسوق من تركيا. عندما نتكلم عن الشرق الأوسط عدد الزائرين والسياح والمتسوقين زاد كثيرا جدا، ربما ضعفين أو ثلاثة عن السنوات الماضية. بالتأكيد هنا اسمح لي أن يعني أستغل هذه الفرصة لدعوة الكثير من الراغبين في زيارة تركيا أن يعجلوا بزيارتهم عمليا، وللتجار تحديدا باستثمار هذا الموسم الذي يمتد من 9 حتى 29 من حزيران فقط، لأن هناك تخفيضات تصل إلى 50% عمليا وأكثر في كثير من الماركات العالمية وأيضا الماركات التركية، وهي فرصة سانحة جدا للتسوق. في العام الماضي أستاذ تولجا وصل عدد المتسوقين في مهرجان إسطنبول للتسوق 5 ملايين متسوق، رقم كبير جدا، لكن إضافة هذا العام مجموعة من الأسواق والماركات والتوسع في هذا المهرجان سيعطي نكهة جديدة، السياح سيكون إقبالهم مركزا. الآن كيف ترى إلى فلسفة مثلا تاكس فري عندما يكون السائح القادم من الخارج يستطيع أن يحصل جزء من الضريبة التي دفعها أو جزء من المردود المادي الذي تحصل عليه أثناء خروجه، بمعنى هو لا ينفق كثيرا ويستمتع بالسياحة وبالثقافة ويشارك المجتمع التركي هذه الفرحة في مهرجان إسطنبول للتسوق، كيف تقرأ لنا ذلك؟ نعم أنتم محقون جدا، نحن حتى في مركزنا التجاري نعيد كل الضريبة تماما للزوار والمتسوقين الأجانب ضيوفنا من خارج تركيا، كل ما يقوم به من تسوقهم
قبل أن يخرجوا من مركزنا يستعيدون الضريبة تماما، ومن يريد أو يفضله يمكن أن يستعيدها في مراكز الخروج من تركيا في المطارات أو ما شابه. وبالتالي نعم، مهرجان إسطنبول للتسوق يزيد من فرص أو نسب بيع المفرق أو التجزئة، وأيضا يستفيد من خلاله كل منظومة القطاع السياحي من مصارف، من فنادق، من مطارات إلى آخره. وبالتالي نعم، السياحة والتجارة تتطوران بالتأكيد. وأود أن أسألك سؤالا شخصيا بصفتك المدير العام لمركز تسوق عملاق حقيقة في إسطنبول، اسمح لي هنا أن أسألك، ما هي طبيعة استعداداتكم لهذا المهرجان؟ المهرجان افتتح في 9 من هذا الشهر، نعم، لكن كيف كانت استعداداتكم وترتيباتكم من أجل البدء به عمليا على مستوى تنظيمات العرض، على مستوى أساليب التسويق عمليا الموجودة في مراكز التسوق الموجودة داخليا؟ نعم، مهرجان إسطنبول للتسوق نظم في كل المراكز التسوق التي تكلم عنها بشكل مشترك، هو تنظيم مشترك لكل هذه المراكز التجارية. نحن في السنة الماضية كنا الرواد في هذا الأمر، ونحن الذين افتتحنا المهرجان، وحفلة الختام أيضا كانت، وقدمنا للمتسوقين فرصة التسوق حتى الساعة 12 ليلا. السنة هذه بيقول بها عبر هذه الخبرة التي كسبناها أضفنا أمورا أخرى على هذا الأمر، التسوق في عطلة نهاية الأسبوع ابتداء من الجمعة مساء مدة حتى الساعة 11 ليلا. نحن حضرنا البنية الأساسية والبنية التحتية لهذا الأمر، زدنا بعدد ساعات العمل، نظمنا الكثير من الأمور والأنشطة التي سوف تنظم في مراكزنا التجارية. وكما تعرفون هناك أيضا مراكز تجارية وأنشطة كثيرة خارج المراكز التجارية الكبيرة، فنحن أردنا أن نضيف، ودعونا كثيرا من الماركات والعلامات التجارية خارج المراكز التسوق، حتى أننا شاركنا في بعض الجامعات ببعض المنابر والأنشطة والفعاليات للدعم وللإعلان عن المهرجان. هذا العام لن فقدت أن تكون هناك حفلة للختام أو لاختتام المهرجان، هذا العام سوف يكون هناك أنشطة في مراكز تجارية أخرى ليس في مركزنا نحن، فهذا أمر بالتداور وبالتنسيق وبالتعاون مع الجميع يتم. وبالتالي لدينا نحن في مراكز التجارية أنشطة على مستوى أقل وأصغر، نريد للجميع أن يشارك في هذه الأنشطة. هناك أكثر من رسالة حقيقة في هذا المهرجان، رسالة توحد وتلاقي المؤسسات العملاقة الخاصة بالتجارة والتسويق مثل المجمعات التجارية الكبرى، رسالة بذل أنشطة مشتركة، رسم معالم تسويقية مشتركة، إضافة إلى طرح مجموعة من النشاطات المرافقة والنشاطات الجانبية التي تعزز من حالة السياحة والثقافة، وأيضا الفولكلور الذي يتم التعريف به على هامش الحركة التجارية التي تتنشط. أستاذ تولغا إنجن، نشكركم جدا على وجودكم معنا في برنامج الألوان السبعة، ولكن لرسالة حقيقة إلى القائمين على مراكز التسوق في العالم العربي، هذا نموذج أحببنا أن نضربه في مجال تعزيز الحركة التجارية الداخلية والتعريف ببعض المناطق على مستوى المدن والعواصم العربية، يمكن تعميم مثل هذا النشاط فعليا من خلال طرح أشهر أو أسابيع للتسوق، يمكن أن تكون في إطار زمني معين يتم الاتفاق عليه بين مراكز تسوق كبرى أو بين شركات أو حتى وزارات على مستوى الدولة، يمكن أن تدعم مثل هذا المشروع لتعزيز حالة السياحة الداخلية ولتعزيز حالة التجارة الداخلية والتعريف بالمنتج الوطني، إضافة إلى كثير من المسميات الهامة والحيوية. فرصة أحببنا أن نقتنصها عمليا. نجدد لك الشكر أستاذ تولغا على وجودك معنا، ونتمنى لكم التوفيق في مهرجان التسوق. وأحبانا الأكارم، اسمحوا لنا أن ننتقل وإياكم إلى رحاب الكاريكاتور. دمعي
بدمعي للفراق أزف شعري وألتزم المحبة والوداد. وصلنا إلى نهاية جولتنا مع حضراتكم أحباءنا الأكارم، لكم منا كل التحية، لكم منا كل الدعاء بموفور الصحة والعافية، وحيثما كنتم من فريق برنامج الألوان السبعة ومن مخرجه رسول أسلو ومن مقدمه نزار الحرباوي، كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.